أمال لو طلبت منك تفسحني في لندن أو روم كنت هتعمل إيه؟ عموما يا سيدي هعوضها لك. يا مها أنا مش فاهم حاجة خالص. أنت هتعزمني على الغدا وأنا هحقق لك طلب أنت طلبته مني. اتفقنا؟ يا مها ألغازك دي أكبر من دماغي المشغولة. حاضر يا سيدي، هقول لك. هرجع لحسونة عربيته زي ما أنت طلبت مني، ولو إنها مش من حق، بس لازم يعرف هو بيستلمها منك إن أنا برجعها له بس علشان أنت أمرت بكده مش أكتر. يلا بقى قوم عزمني على الغدا برا عشان نكمل كلامنا. أنا مش فاهم أنت عايز إيه بالظبط يا حسونة بيه؟ لو أنا الصبح كنت قلت إنك شارب وشرفك يا متر عزمت عليه ومرضيش. يا ابني إذا كان المتر اللي دماغه تتوه فيها جمال مش فاهم حاجة، إحنا هنفهم؟ هو أنا بتكلم صيني؟ هعيد السؤال من تاني. إيه اللي ضمني إن سالم الجرح يرجع لي فلوس المرة دي واللي بينا بينا؟ كله بالعقود. حلو أوي. العقود دي معايا؟ ولا معاه؟ معايا أنا. ليه؟ أنت عايز العقود بتاعتك يا حسونة بيه؟ من عينيا، يكونوا عندك النهاردة. ده أنت كده هتشيل هم ومصيبة كبيرة من على كتافي، كنت متحملها عشان خاطر سالم الجرحي. وأنت أبو العز بيه؟ عايز عقودك من عينيا؟ أنا فتحت بقي. لا إله إلا الله، هو أبو العز لازم رجليه تيجي في أي حاجة وخلاص؟ سمعني كلمتك يا حسونة بيه، عموما الفلوس فلوسك وانت حر، اما فلوسك اللي لسه ما رجعتش من السفر انا ضامنها برقبتي، وخد عليها الورق اللي انت عايزه. ايه يا عمنا مالك رضعت على ابو الهول فجأة كده؟ سيبني افكر يا متر وارد عليك. وانت ابو العز ما تشوشرش عليا. يا عم انا ما بشوشرش، انا بلاغوش. كلمتك الاخيرة ايه يا حسونة بيه؟ قلت لك هفكر ارد عليك. سلام عليكم. يلا يا ابو العز. عليكم السلام. طب بتفكر بسرعه كده ليه يا عم؟ ايوه يا ابو اللذيذ، اتمنى اكون بتكلم في وقت مناسب. خير؟ كده مش مناسب. عموما انا بكلمك عشان تخف شويه على حسونه وما تشدش عليه، هو قلقان لا تكون غضبان عليه وقلقه ممكن يعمل لنا مشاكل احنا في غنى عنها. كلمه انت، انا مش فاضيله دلوقتي. انا فعلا بعمل ده، بس الموضوع محتاج منك زقه. اوكي لما تكلمه قول له ان انا هطلبه، عندي ليه خبر حلو قوي. يلا مع السلامه. مش معقول كده، حتى الخمس دقايق اللي هنقعد فيهم مع بعض هتقضيهم تليفونات؟ واحد من درويشك كان لازم اهندله قبل ما اتجنن تاني. مين ده؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. حسونه طبعا. يوه، انا بقول لك ناكل مع بعض ونقعد في الجو الجميل ده وانت تقول لي حسونه؟ عايز تسد نفسي ولا ايه؟ ايه؟ ودن قطة؟ ودن قطة؟ ما هو اللي انت عاملاه ده ودن قطة. هما مسميينها كده فعلا؟ انا ما اعرفش. لا وتعرفي ليه؟ اضربي 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 سيادتك. تعرف بقالي سنتين واكتر ما اكلتش اكلة حلوة زي دي. مالك متنحلي كده ليه؟ لا اصل انا يعني كنت فاكر ان انتوا ما بتاكلوش الاكل اللي احنا بننط نلغوص فيه. يا سلام، هم اولاد الناس يعني لازم يبقوا اغنياء؟ ما ينفعش يبقوا مستورين؟ ربنا يستر علينا جميعا سيادتك. يا سلام، نفسك اتفتحت دلوقتي على الاكل صح؟ لا اصل في الاول كنت فاكر سيادتك هتدوقي، بعدين لقيت الترابيزه هتتنسف قلت اخش اكل انا بقى. ماشي. ودن قطه. ودن قطه. صحتك. شوط ملوخيه يا ملوخيه يعني. حلو قوي. ودن قطه. روح انت. ادخل. وشك منور. ايه طمني. اذن النيابه بتاع تفتيش مركب سلم الجرح. الحمد لله على السلامه يا اخي اخيرا. يلا بينا. يلا يلا. ايوه سالم بيه. للاسف معاهم اذن النيابه ولا شفته بنفسي. انا موجود في انتظار سعادتك يا باشا. مع السلامه. عن اذنك. ايوه يا باشا، بس اذا خدوا على كده هيطولوا زياده في المستقبل.
اهدى يا سالم وفهمني كويس، اليومين دول صعب قوي انك تلعب مع النيابة، عندهم حاجات اهم بكتير، وعلى العكس احنا لو اتدخلنا ممكن نعمل دوشة اكتر. يا باشا الولد ده بالذات مغرور، فاكر نفسه ياما هنا وياما هناك. شاب بقى هنعمل ايه؟ النجوم اللي على كتافه يظهر انها مزغللة، يعني هنعمل عقلنا بعقله بقى. خلاص يا باشا اللي تشوفه حضرتك، مع السلامة. هما هيفتشوا اليخت ليه؟ فضى بعد عنك. سيد أنا متشكرة قوي. والله أنا مش عارف مين المفروض يشكر مين. لا بجد أنت مش متخيل أنا كنت محتاجة يوم زي ده قد إيه. وأنا كمان والله العظيم أنا انبسطت. طب بتحلف ليه؟ احتياطي. طب تصبح على خير. أنت من أهل. سلام قول من رب رحيم. نعم. أنا جاهز. جاهز ليه بالظبط؟ جاهز اتقبض عليا بسبب أي ممنوعات موجودة على المركب. بس احنا ما كناش بندور على ممنوعات على المركب. سعادتك في مستوى الشبهات يا باشا. أمال كنت بتدور على إيه بقى ومحتاج إذن نيابة؟ اللي وصل لسعادتك المعلومة وصلها ناقصة. احنا ما كناش بنفتش مركب سعادتك بس. احنا فتشنا كل المراكب واليخوت اللي طلعت في ليلة قتل رشاد. فاكره سعادتك اللي كان شغال عندك. يعني لو ما كانتش الجثة مدفونة كنت قلت إن حضرتك طالع تدور عليه. أو على أي حاجة من قطر. لكن الحقيقة بقى الموضوع محتاج تفسير، خصوصاً بعد القلق والإزعاج اللي حصل لنا النهاردة. والله يا باشا هو لو على إزعاج فأنا آسف جداً لسعادتك، أما بقى بالنسبة للتفتيش فده شغلي، ما أظنش إني محتاج إني أعتذر عنه. عن إذنك يلا ماهر. ده آخر الصبر معاك. يعني انت تطلعي لي زي العمل الراضي وتفزعي امي في الضلمه تقفي لي ساكته؟